ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي سيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الحديث الليلة تحت عنوان النسوية والدين. أولا، ما هي النسوية؟ هي حركة؟ هي حركات، لأننا نتكلم عن فكر كل جماعة تنتمي إليه تحمل عنه تصورا، كالعلمانية مثلا، في علمانية فرنسية، في ألمانية أمريكية، تختلف في بعض حدودها وتفاصيلها. لأن الكلام عن النسوية النساء الذين يحملون في شعاراتهم مكافحة اضطهاد المرأة وينادون بالمساواة والمغاليات منهن بالتمركز حول الأنثى وليس فقط المساواة، التمركز. من الطبيعي أن يكون الفكر يرتبط بالبعد الاجتماعي والسياسي والأخلاقي، فصارت النسوية تضم في داخلها في الحقيقة نظريات متعددة اجتماعية. كل جماعة لو تروح تسأل عن النسوية يقولك تتكلم عن أي نسوية، راديكالية، يهودية، مسيحية، إسلامية، جنوبية، شمالية، واجد أقسام. لكن الكلام عن الطابع العام، النسوية لأن لها في الحقيقة جماعات متعددة فهي تمثل نظريات اجتماعية متعددة في داخلها،
وتمثل حركات سياسية متعددة، لأنه له بعد سياسي وطالب بحقوق، ولها بعد أخلاقي فتحمل فلسفات أخلاقية متعددة. الجامع يحمله شعار مكافحة اضطهاد المرأة والسعي لإنصاف المرأة ومساواتها مع الرجل، هذا الشعار. الحديث حول النسوية والدين. أولا، حينما يقول ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالله أرسل الرسل للقسط للعدل. إذا كان الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإذا كان القرآن من أهدافه نشر العدل، وكانت النسوية في شعارها نشر المساواة، فإذا قد يتصور الإنسان أن النسوية والدين متناغمين يمشيان معا في خندق واحد، بينما الحقيقة أنهما إنما يشتركان إذا كانت النسوية ترى ما يراه الدين من قانون للحقوق، أما إذا كان الدين يقول أنا أطرح العدل والنظام الحقوقي عندي هكذا، والنسوية تقول أنا أطرح العدل والنظام غير النظام اللي شرع الإسلام، فإذا نحن نلتقي في دعويين، هالدعوة تقول عدل وهالدعوة تقول عدل، أما التفاصيل والمعتقدات والأفكار في اختلاف. فإذا على مستوى الشعار لا يكفي لتصور بأن ما تطرحه النسوية متناغما مع الدين، لا أبدا، بل سيتضح أن النسوية في الحقيقة إذا نفتش في أجوائها نجد أنها تتحامل على الدين، بل وما تطرحه من أفكار يستهدف استقرار الأسرة. ولهذا أنا لا أريد من النسويات ولا غيرهن أن يقولن بأني أكفرهن، أنا ما أكفر أحد. نعم، من ينكر التوحيد كافر، من ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله أو يكذبه كافر، من ينكر المعاد كافر، رضي من رضى ورفض واعترض من اعترض، هذا ديني وعقيدتي وأجاهر بها وهذا قرآني. من يؤمن بالأصول قد يشتبه في شيء لا يخرج من الدين، لكني أريد الليلة ليس أن أكفر هذا أو تلك، أريد أن أحذر من فكر يخدع الكثير من أولادنا وبناتنا بدعوى الإنصاف والمساواة وهو في الحقيقة ليس كذلك، بل ويحمل ديننا الظلامات والدين بريء منها. فلا بد للإسلام ولمن يحبه ويعتنقه لا بد أن يدافع وأن يهجم على الفكر الباطل الذي يحمل القرآن الذي حمل في صفين لقتل القرآن الناطق علي بن أبي طالب. إذن دعونا في البداية أن نذكر تصورا حول من دخل النسوية، هل يرتد أو لا يرتد؟ في الحقيقة اللي دخلوا هذا الفكر على صنوف طوائف. الصنف الأول دخل إلى النسوية منبهرا بالشعار، واحد منهم اللي أنا مستفيد من أفكاره كتب، استفدت منه جزء من محاضرة الليلة، من واحد دخل في الفكر النسوي بقوة، هو وزوجته ثم هو خرج وكتب. الصنف الأول يدخل إلى النسوية متحمسا ويعتقد أنها والدين توأم، ثم يجد التصادم ويرى نفسه أمام مفترق طرق، إما الدين أو هذه الأفكار،
فيتخلص من الأفكار ويرجع إلى عدل السماء، وبالتالي يحارب هذا الفكر بعد أن كان يدافع. هذا صنف موجود، وهذا اللي نتمنى يكون. الصنف الثاني، لا دخل النسوية هذا الفكر، وجد في الإسلام بعض الأمور ما تناسب فكرة، فما يعترض على الدين، لكن وش صار؟ صار يبحث عن كل مجتهد وإن لم يكن متخصصا في الفقه، يطرح آية ورواية يستفيد منها شيء يدعم الفكر النسوي، يقول هؤلاء المجددون مو أولئك الرجعيون. فصارت الحوزات هي علماء رجعيون، ها، وصار هذا اللي يفسر كما يحلو له هو المفكر. أضرب لك مثال، والله ما بجيب اسمه على المنبر، لكن مات اللعامة واللعام يفسر القرآن، وإذا تروح فيديوهاته بالملايين يتابعون مئات الآلاف وملايين، وهذا المجدد مو الرجعيين. هذا المجدد لما يجي له يقول القرآن واضرب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يقول الجيب الشيء اللي يلتصق بالآخر، فبين الثديين جيب، الأبط جيب، بين الفخذين جيب، المرأة في القرآن تستر فقط بين الفخذين، بين الثديين والفخذين والأبطين، طلع رقبتها شعارها، طلع خصرها، طلع فخذها، القرآن ما منع. هذا مفسر دارس في روسيا، لكن تشوفه هو المجدد عند من يرغب. شوف احنا عندنا ناس تقول لله يا رب، الشيطان قال يا رب انا ما بسجد لآدم بس بعبدك عبادة ما حد عبدها، يعني اريد ان اعبد ما اريد، يعني بالطريقة اللي انا اريدها مو انت. هذه مي عبودية، هذه ممارسة هواية، تعجبني هالهواية ما تعجبني هالهواية. فاحنا اذا نريد الدين بمقاسنا، اي واحد يقول هذا تفسير لا ينصفق له. تبوا مثال ثاني نفس المفسر اللي بهر الناس، جل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، قال النساء من النسيء، والنسيء التأخير، فالله حرم محرمات في أشياء ما تكلم فيها، أخر الكلام فيها، فاللي أخر الكلام فيها قال حرث لكم يعني حلال لكم، أي شيء ما حرمناه قبل حلال لكم، نساء يعني اللي ما تكلمنا فيه عربي يعني، ويعتبر مجدد عندهم. فإذا إذا صار الإنسان نسويا ويريد أن يكون مسلما وضميره يؤنبه، فيبحث عن الاجتهادات التي تناسبه. طبعا احنا اذا نتكلم عن النسوية جيلنا رسائل، من ضمن الرسائل جيلنا ابحاث الى محامي الى غير محامي، يقول لك ليش هشوف هالفكر المستنير، اكو يستدل بالايات والقرآن والروايات، لانهم يريدون هالفتوى، فلا بد ان يبحث عن من يحمل النصوص ما لا تتحمل، من اجل ان نقول ديننا والنسوية متماثلان. اذا هذا صنف من الناس يبحث عن كل عمامة غير عمامة، المهم تعطي أفكار في نظرة تجديدية وتتخلصنا من الفكر الرجعي. هذا الصنف. صنف ثالث من النسوية في نفس الشيء على الأحكام، بس ما يتكلم، يقول أنا مسلم بس في داخله يقول ليش الله، ليش قال كذا وليش كذا. هذا القرآن يقول أنت مو مسلم، شايفه مو مسلم، يقول القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلم حكم الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، يقول مسلم، أما اللي في داخل اعتراض هذا مو إيمان. هذا صنف. الصنف الرابع يقول لا أنا الدين مسلم أنا، بس عندي اعتراض على تعدد الزوجات مثلا، عندي اعتراض على كذا، إيه هذا ما أؤمن به، هذا أؤمن به، شنت الآن جاي تشتري خضرة، يعني هذا دين، يا تؤمن أن الله عليم حكيم ما يقوله حق، يا لا، إذا تخطى الله هذا مو الله الحقيقي، هذا مو دين. ففي ناس هكذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا بعد غير القيامة. فإذا هذا الصنف. الصنف الأخير لا، يقول لك لا هذا الدين لا يعطي عدالة ولا شيء، هذا دين ذكوري صاغه الذكور
لكي يتسلطون على الإناث فيكفر ويرتد. هذا صرف موجود. إذن هكذا طوائف. احنا نتمنى لكل نسوي نسوية يرجع لدينه ويسلم لحكم الله ويرى العدل فيما يقوله الله، وهذا هو التدين. نجي الآن إلى إثبات ذلك، يعني إثبات أن النسوية تؤثر على التدين. أولا سأتكلم عن بعض الإحصائيات، وثانيا عن بعض الأفكار التي يطرحها النسوي إذا دخل في النسوية بالتدرج، وثالثا سأطرح رموز النسوية في موجاتها الثلاث وش أفكارهم حول الدين، ورابعا سأتكلم عن بعض التوصيات. فلنبدأ الآن بالإحصائيات. أولا أي واحد يجيب إحصائيات يقول من وين جايب الإحصائيات هذه؟ مية دقيقة أنا معكم. الإحصائيات هي عبارة عن تختار مجموعة تدرسها، الدراسة مو برهان. فالإحصائيات يسميها المناطق يسميها استقراء ناقص، يعني تعطي في الغالب مؤشر مو تعطي نتائج قطعية. فلا تعترض تقول إحصائيات يمكن، أنا أقول لك مي برهان إنما مؤشر. من الإحصائيات واحد أن الدراسات تقول أن النساء في الكرة الأرضية نسبة من يؤمن بدين سواء كان بوذية يهودية مسيحية إسلام، من يؤمن بالدين 7 إلى 10، يعني كل 100 امرأة 70 مرأة مؤمنة بوجود خالق و30 لا، نسبة الإيمان. اجل النسويات تختار فقط شريحة نسوية، كم نسبة اللي يؤمنون بالدين في داخل النسويات؟ بعض الإحصائيات تقول 1 لـ10. فإذا المرأة كامرأة 7 إلى 10، لكن في بطن النسويات 1 لـ10، يعني هذا الفكر جعل تراجع مو 7 لـ10، 1 لـ10، إذا له تأثير على التراجع. 2 التدين غير الإيمان بدين، يعني أنا أؤمن بدين ساعات لا لكني فاسق، ما ممكن ما أصلي بس عندي دين، هذا يسمونه مو متدين لكن عنده دين، التزام الانضباط بالدين. وجدت بعض الدراسات تقول كلما آمن الإنسان بالفكر النسوي كان تدينه أقل، يعني ممكن بالدين بس مو ذاك المتدين المنضبط بكل أحكام، دراسة موجودة. دراسة ثالثة أنه في دراسة أسباب كثرة الإلحاد في بعض العقود السابقة وجد أن الانتشار الفلسفة المادية وانتشار الأمر الثاني العلمانية وانتشار ما يسمى بالحركة النسوية. إذن هاي إحصائيات تقبلها ما تقبلها هذه مو برهان لكنها مؤشر، هذا واحد. نجي الآن للنقطة الأخرى، هي مراحل من يدخل في النسوية. شلون المراحل؟ المرحلة الأولى أول ما يجي يركز على الظلامات الموجودة وبالفعل موجودة، مثلا ليش المرأة معلقة هذا على الرجل يعلق زوجته؟ ليش الرجل لما يتزوج ثاني يظلم الأولى؟ ليش الرجل لما كذا كذا؟ ليش ما يرضى يطلق هنا وهي ما تبقى؟ وليش يجيبون لظلامات موجودة بالفعل؟ هذا ما يقول الدين. المرحلة الأولى النسوي ما يتكلم عن الدين، يتكلم عن أمور موجودة. وين المشكلة؟ المشكلة في اقتراح الحل، بدل أن يكون الحل هو الرجوع إلى الدين. ترى الدين ما يقبل بالظلم، إحنا كلنا سمعنا والنسويات سمعنا أيضا هالقصة المعروفة أنه لما مات سعد وهو من كبار الصحابة، لما مات مشى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته حافي القدمين كاشف الرأس بلا رداء، يجود الجنازة يمين ويجود يسار، سئل قال الملائكة كذي، ملائكة جاية تشيع. فقالت يوم شافت أم سعد النبي وسوى في الجنازة وفي القبر والملائكة يقول بعد كذلك، قالت هنيئا لك يا سعد الجنة. أم سعد قال لا تجزمي على ربك، إن سعدا أصابته ضمة ضغطة القبر. لما سألوه الصحابة بعدين قال كان عنده سوء خلق مع أهله،
في البيت. شوف 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 الإسلام حلاوته، يقول هذا في البيت يظلم ما تدروا عنه، لكن الله يدري، وإحنا شيعنا وإحنا بركة وإحنا وجودنا بركة عليه، لكن حق الأهل أخذ في الضغطة هني. هذا الدين ما يقبل بالظلم، ما يقبل. يجي واحد يستنصح إمامنا الحسن كما في الرواية، واحد متقدم لبنته يقول له زوجها تقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، إيمان يمنع الظلم. فالحل الطبيعي للمجتمع في ظلم أن نطرح الرجوع إلى الدين والأدب والخلق الديني، مو أن نطرح النسوية. واحد علاجه بس يمارس رياضة، تروح تعطيه كيماوي سم قاتل لمضاعفات، هذا مو حل. فالنسوية ليست هي الحل، حل الرجوع للأدب الديني اللي خاف الله ما يظلم. ومنقرأ بعدين التوصيات الدينية بعضها. إذن هذه المرحلة الأولى، أول ما يدش واحد في النسوية. المرحلة الثانية لا يبدأ يتساءل، يقول ليش في المسجد ساعات إعلان الرجل حطون صورته والمرأة لا؟ ليش اللي مثلا في المسجد الإمام يتكلم عن لباس المرأة، وش علاقه بلباس الإناث؟ ليش في المسجد تفصلون بيننا وبين الإناث أو بيننا وبين الرجال؟ ليش حاط ستارة؟ إحنا مو بشر. هذه التساؤلات في المرحلة الثانية المتكلم يتكلم بخلفية تحمل الفكر النسوي، ما تدري أن هذه الأبعاد في الأدب الديني وأحكام، ما مو ملتفت، جاي يقول كما قال في الأول. وش يقول في القضية الأولى لما شاف الظلم؟ قال لأننا يسودنا نظام أو أبوي بطريركي، نظام الأبوي هو المشكلة. الآن بعد يقول ليش تفصلون؟ ليش الإمام يتكلم عن لباس المرأة؟ شو يدخله بلباس المرأة؟ هي تختار لباسها. هذا المسلم يعرف الإسلام يتكلم عن الحجاب وعن العفة، بس اللي يجي بخلفية تحمل الفكر النسوي، وهذه مصيبة إن احنا بيوتنا أولادنا ما نكلمهم عن الفكر الأصيل، بس يقرون منا ومنا فينطلقون في سؤالهم لنا في مناقشاتنا من فكر ليس فكر ديني، من الأساس حملوا الفكر الآخر. الروايات تقول بادروا أولادكم قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة، أول علماء تال ما يتأثر بعدين، مو لين تأثر بالشبهات وبيجي تعالج صعب. قبل لا يشرب السم تقول لا تشرب سم، دقيقة واحدة تكلمت وياه، لكن عقب ما يشرب السم ستة أشهر تعالج ولا تنجح يمكن. فإذا يجون من منطلق فكر نسوي فيقول لك ليش هذا فصل عنصري؟ ستارة بين رجل ومرأة، شنو وش فيها المرأة؟ عنلت يرى أن الحجاب هو تقييد للمرأة وهو كأنما تغطية لزبالة، مو كذي هي، مو كذي. فهذا المرحلة الثانية تكون بهذه الطريقة. المرحلة الثالثة، طبعا الآن في المرحلة الأولى والثانية اللي يقول نظام الذكوري، الإمام ذكوري، اللي يديرون المسجد ذكوريين، فكل الجواب النظام الذكوري. هذا يراد له أن يؤسس، أن نشحن البنات والأولاد النظام الذكوري، النظام الذكوري، لأن نريد نقوض الأفكار الأخرى باسم النظام الذكوري. نجي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة لا تختلف، يجون يقرون في التعاليم من الإسلامية وما ألفه علماء الإسلام الآن والتاريخ، يقولون كلها مليانة باجتهادات ذكورية. شلون يعني؟ يقول شوف العالم الفلاني، شوف عباراته عن المرأة، شوف الأحكام اللي ساقها، شوف تعبيراته، شنو مرة تسجد لرجل لو كنت آمر، شنو هالكلام يقولونها علماء الدين. فيجي يركز على نتاج علماء الدين على مر التاريخ ويرى أن الإسلام قد أخذ ليس من القرآن والسنة، بل أخذ من اجتهاد ذكور يصيغون ما يناسب سلطنة وهيمنة الذكور على الإناث. شوف كل التحميل نظام الذكوري. فيقول لك حسبنا كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما نريد من اجتهاداتكم ولا ذكوريتكم. هذه مرحلة الآن صار التهمة للحوزات ولرجال الدين وليس إلى الدين، للقرآن والسنة. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة يجون يقرون القرآن إلا في الرجال قوامون، هاي مو اجتهاد الرجال بعد، هذا قرآن.
للذكر مثل حظ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لا، صار القرآن. ففي البداية يقولون إن قابلة للتأويلات، فيجي لبعض النصوص يأولها، يجي للسنة يأول، لكن حينما يتعمق في القرآن والروايات يجد أن ما كان يراه ظلما هو موجود في القرآن وموجود في النصوص، وبالتالي تصل المرحلة إلى إنكار وحيانية القرآن. مو وحي. ويجي للسنة المطهرة ويقول يمكن السنة خدمت المرأة في زمن النبي، لأن في الجاهلية كانت المرأة مظلومة فالنبي طور الحال، بس ما يصلح سنة لليوم، اليوم تطورت المرأة أكثر. فتلغى مصادر الدين القرآن والسنة، وتطرح أمور، وليش يعني ما يصير رجل يتزوج رجل، وليش المرأة ما تتزوج امرأة، وليش يعني ما يصير واحد يرغب يتحول من ذكر لأنثى يتحول، ليش، وش المشكلة، وليش المرأة ما يصير تصلي جماعة برجال. صلوا في أمريكا؟ لا، هل هاي الفكرة النسوي؟ جاب لهم المرأة صومالية من شلون صلت جمعة، خطبت وصلت، رجال وراها. فيطرحون الآن، لأنها الآن الاعتراض على المصادر مباشرة. فبالتالي لا تقول لي القرآن حرم الشذوذ، يقول لك حرم ما حرم، القرآن مو واحد. هذه المرحلة الرابعة. فالمرحلة الرابعة صعب يبقى واحد مسلم ويهجم على القرآن، صعب يكون مسلم ويهجم على السنة المطهرة. المرحلة الخامسة لا، راحوا لالله، وهذا موجود، لو تضرب في جوجل واليوتيوب يجيب لك واجد من ضمن الأسئلة، ليش الله في القرآن يقول هو الله، ليش مو هي الله؟ تقول لا، الله لا ذكر ولا أنثى، ما عليه، مو ذكر أنثى، ليش ما عبر بضمير الأنثى ما دام اللغة عاجزة؟ مرة يقعد نفسه هو الله، مرة يقول هي الله. فلا، المشكلة عندنا مو يا العلماء دين، عندنا مشكلة يا الله بكبرى. بعد، ليش الله خلق أول ما خلق آدم يعني رجل، ليش ما خلق المرأة أول؟ بعد، ليش الله طرش أنبياء رجال، ليش ما خلى مرأة؟ فيصير شنو النتيجة في المرحلة الخامسة؟ قالوا ما في دين، هذه الأديان كذبة ذكور للهيمنة على الإناث. شفت شلون التسلسل؟ كأنك صاف لعبة الدومنة واقفة، طيح واحدة تطيحهم كلها. فهي مرحلة تجرك للثانية للثالثة للرابعة للخامسة. كل واحد دخل الفكر النسوي ارتد، لا ذكرت أنا في البداية، لكن أقول إن لم يلتفت الإنسان لنفسه إما يخسر دينه أو يخسر مستوى من تدينه أو يخرج من هذا الفكر ويرجع إلى الأصالة. إذن يا حبيبي، هذه النقطة الثانية اللي ترتبط بمراحل ما يطرحه ويثيره من يدخل هذا الفكر. النقطة قبل الأخيرة، رواد الفكر النسوي وش تعبيراتهم عن الدين؟ احنا طبعا قبل لا اتكلم، في مشكلة ان الدين المسيحي المزور له ظلامات، يظلم، فيحمل حتى الاسلام ظلم المسيحية المزورة. شدنا ابن احنا ما عد تشوف الله اشياء سببها الدين المسيحي المزور مو الاسلام. على كل حال، انجي الان الى النسوية. النسوية ثلاثة موجات، الموجة الأولى في القرن التاسع عشر، الموجة الثانية، الثالثة، احنا في الثالثة. انجي لرواد الموجة الأولى نسمع كلماتهم عن الدين. نبدأ سوزان برونيل أنطوني، وش تقول؟ تقول أسوأ عدو للنساء يقف على المنبر، يعني وعاظ الدين هم عدو المرأة، هم وراء النظام الذكوري. بعد، أنا لا أستطيع، هي نفسها تقول، أن أتخيل إلها للكون يسعده أن أجثو على ركبتي وأناديه بالعظيم، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. ما أقدر أتخيل واحد إله يسعد أن أركع. هي من أساس يعني ما تبي عبودية لله ولا تؤمن بوجود الله. طبعا الله ما يفرح ويحزن لأن ما عنده مشاعر كمخلوق،
الله تعالى عن ذلك. لكن هي في نظرها أن ما يرضي الله أن نسجد نركع، هي في نظرها هكذا، فهي ترى الانقياد لله نوع من الشيء اللي منطقي. بعد هيلين غاردينر: إن الدين والكتاب المقدس يأخذان من المرأة كل شيء ولا يعطيانها شيئا، عليها واجبات ما لها حقوق، يطلبان منها دعمها ومحبتها ويقابلان ذلك بازدراء وظلم، وكل ظلم وقع على النساء في بلد مسيحي قد أذن به الكتاب المقدس وعمل على إثباته وإدامته من هم يقفون على المنابر. هسه تقول هذا الكلام عن المسيحية، إيه بس احنا النساء إذا دشوا الفكر ما يفرقوا، يقول كل الأديان وبيصرحون بعض رؤوس النسوية ذلك. هي نفسها تقول إن موسى أو كونفوشيوس، ما أعرف الفضاء كونفو خلينا نخطرها، أو محمد أو بولس أو إبراهيم أو برجهام يوم يؤكدون أن عقيدتهم، هاي الأنبياء محمد مثلا مو كلهم أنبياء، جاءت مباشرة من الله وأنه كان على اتصال شخصي مع أحد هؤلاء الأشخاص المفضلين مثل النبي محمد أو جميعهم، إنها حقيقة لا يمكن أن يكون لها أي سلطة علينا إلا إذا كانت تعاليمهم منسجمة مع أسماء أفكارنا. اللي يجيب من الله شيء يقوله الله رسله ينسجم مع فكرتي، حيا الله، ما ينسجم الله وياه. إذن محورية قناعاتي مو قناعة وحي والله طرش. إحنا عندنا هاي مشكلة، هل الأصل لله لو للإنسان؟ الإنسان تقول لك احترم أي إنسان وأي فكرة حتى لو ضالة احترمها، أما اللي يحترم الله ويقول أصالة لله يقول كل شيء ملك الله، فما يرضى به الله نرضى وما لا يرضى لا نرضى، نتبرأ ونتولى هكذا. على كل حال طولنا في الموجة الأولى. الموجة الثانية، الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار تقول: يتمتع الرجل بالمميزات العظيمة وذلك لأنه يملك إلها يؤيد الشفرة التي يكتبها، وبما أن الرجل يمارس سلطة سيادية على المرأة فمن حسن الحظ أن هذه السلطة قد منحت إليه من قبل الكائن الأعلى. وعند اليهود والمحمديين والمسيحيين وغيرهم، يعني الرجل يتسلط باسم الله، فالمشكلة في الدين اللي ينسب لله، هكذا فكر كما تسمعون. الموجة الثالثة تقول سوزان شو أستاذة المرأة والنوع، تقول: في ضوء المؤسسات الدينية التقليدية مثل الكنيسة والمسجد والمعبد، فإن النظام الذكوري البطريركي هو الدين السائد في العالم، هو اللي يسود. وتقول الفيلسوفة النسوية الشادة جنسيا الراديكالية ماري دالي، وش تقول؟ يمكن، خلني أخطر هالعبارة يحتاج شرح والوقت انتهى. تقول في مقال آخر: عندما اكتشفت هذا الأصل أدركت بشكل بديهي أنه بالنسبة إلى إنسان معاصر من قبل النظام الأبوي والذي هو دين الكوكب بأسره، كل البلدان ديانتهم تعطي النظام الأبوي والذكوري، معنى أن تكون، يعني تكون موجود هو أن تكون مذنب، هو أن تذنب، تبي تكون موجود لازم تذنب، يعني وين؟ يعني إذا تنبي تعترف بكيانك لازم تتمرد عليهم ويرونك مذنب، لأن دين الكون هو ذكوري، فحتى المرأة تحصل حقها لازم تتمرد وتعتبر مذنبة في نظر الذكوريين. واضح قرينا جزء والمكتوب عندي في الأوراق أكثر، بس أريد أقول أننا حينما نرجع إلى الإحصائيات نجد أنها تؤشر بتأثير سلبي للفكر النسوي على الدين والتدين. حينما نرجع إلى أدبيات من يدخل في الفكر النسوي 5 مراحل نجد خطاباتهم تعارض الدين.
حينما نذهب إلى رواد هذا الفكر وكلماتهم في حق الدين نجد أن مشكلتهم أن الدين هو سبب النظام الذكوري. حينئذ نجد أن المشكلة أنهم غدوا بهذا الأمر إنجيل التوصيات. الآن النقطة الأخيرة لنختم. أول شيء تأصيل عقائدي. لازم نبين مسألة، أن هؤلاء يطرحون شيئا ليس عادلا، يطرحون شيئا ظالما. شلون يعني؟ يعني الآن أنا لو ولدي أبو 8 سنوات وولدي أبو 20 سنة شغلتهم ينقلون كتبي، إذا قلت أنا بعدل بينهما بعطي ولدي أبو 8 يحمل 5 كتب ولدي أبو 20 يحمل 5 كتب، هذا ظلم. ولدي صغير أبو 8 ما يقدر يحمل. لا، هذا العدل، هذه مشاكلة، مماثلة، مشابهة، مو عدل. العدل تحملني قدر إمكانيات اللي أعطيتني إياها. إذا تحملني ما لا يتناسب مع الإمكانيات أنت ظلمتني. فإذا الله خلق الرجل وخلق المرأة بإمكانيات مختلفة فمقتضى العدل الأدوار تختلف. أنت شفت فريق كرة كلهم حارس مرمى؟ لا. شفت فريق كرة كلهم مدافع؟ لا. شفت فريق كرة كله مهاجم أو وسط؟ لا. لازم هناك تختار للفريق مختلفي المهارات، هذا حارس فنان وتمارين اللي نعطيها مختلفة، وذاك مدافع وذاك زين. يعني هذا الحارس أفضل مدافع؟ لا. المدافع أفضل؟ لا. الوسط؟ لا. كل واحد له دور في نجاح المباراة وانتصارنا، والكاس لهم كلهم، والميدالية الذهبية لكل واحد واحد، الحارس ميدالية والمدافع ميدالية. احنا الله يقول أنا خلقتكم ونوعتكم على مستوى الأجساد والنفسية ذكر وأنثى، حتى على مستوى الأرزاق نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يجي واحد يقول ليش الله ما أعطيتني فلوس؟ ظلمتني؟ لا، ما ظلمت. الله يعطي لي مصلحة، أنت اللي يفوتك هنا تعوض في الآخرة. الدنيا مزحومة محدودة، الآخرة مين محدودة؟ كل شيء يفوتك هنا يعوضونك هنا. فبالتالي الإسلام يقول هنا يوجد تنوع جسدي ونفسي لتنوع الأدوار، وإذا أردنا المشابهة في الأدوار ظلمنا. والإسلام يقول أنا بعطيش يا البنت وبعطيك يا الولد بما تتساويان لا بما تتشابهان. يعني أضرب مثال، رحت اشتريت ثياب عيد لبنتي ولولدي، جبت ثياب العيد عطيت البنت عطيت الولد، قامت البنت قالت بابا ليش ثياب اخوي غير تحبه ازيد؟ قلت لا يا بنتي ثيابش ب 12 دينار وثياب اخوش ب 12 دينار، انما انت بنيه لباس البنت غير لباس الولد، وهو باصبعي ما البس لباس بنت وانت ما البس لباس ولد، بس العطيه اثنينهم كل واحد ب 12 دينار يا بنتي. بالضبط، احنا لو يكشف لنا، لو وجدنا الله عطى الرجل امكانيات وعطاه تكليف ومسؤوليات قد امكانياته، وعطى المرأة إمكانيات وعطاها تكليف قد إمكانياتها، ويوم القيامة الكاس للجميع والميداليات للجميع، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فإذا الفكر النسوي يستند إلى المماثلة، والفكر الديني إلى تنوع الأدوار وتنوع الإمكانيات، وكل واحد يعطى وظيفة تناسب إمكانياته. هي فكرة الفوارق باختصار. الدخول في التفاصيل، مؤلفة كتب كثيرة ألفها العلماء موجودة بيننا، إنما السؤال اللي ذكرناه قبل السنين وأجبنا عليه لا بأس نعيد اليوم، ما هو؟ مسألة بعض النساء تقول إذا نسمع عن أعمال طاعة للرجال نشوف ثوابها ما يقاس. شلون يعني؟ تون صلحنا في البيت وانتون صلون جماعة، والجماعة إذا زادوا عن 10 ثوابها ما يعلم إلا الله. بعد انتون تزورون المرضى، عيادة المرضى، تشيعون جنائز، انتون تحجون كل سنة، انتون تجاهدون في سبيل الله، كل الخير لكم.
إذا كنتم تقولون إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالتقوى بابها مفتوح لكم أزيد، فرجعنا الله فضلكم علينا. هذا السؤال مو جديد، هذا السؤال عمره 1400 سنة، والرواية قريناها ونعيدها. الرواية رواية أسماء بنت يزيد الأنصارية، جت للنبي وقالت له قاعد يا أصحابه، قالت له بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك، أنا جاية مبعوثة، حملوني رسالة إليك، واعلم نفسي لك الفداء أن ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا، سمعت إني جاية إليك، إلا وهي على مثل رأيي، عندها نفس السؤال. تفضلي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، مو بس للرجال، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، إنزين، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. تطلعون لها الثواب العظيم وإحنا ما ننام، عندنا شغل. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا، زيدنا، ربينا لكم من الربا الزيادة يعني النمو، وربينا لكم أموالكم، زين، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله، ثواب لكم. رواية تقول النبي التفت بوجهه كله إلى أصحابه وقال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟ شوف النبي ما قال ليش هالسؤال، شكين في عدالتي، شكين في نزاهتي، ما قال هالكلام، قال أفضل سؤال سمع هذا السؤال. شفتون امرأة سألت أحسن من السؤال؟ لأن النبي ينبي ينشر العدل، ما ينبي شخص يستشعر الظلم. فالنبي سأل أصحابه، وش جواب الأصحاب؟ الأصحاب جايين من الجاهلية، عندهم شوية تفضيل للرجل على المرأة، فوش قالوا؟ قالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا، ما خطر في بالنا مرة تفكر هالقد تفكير صح، بينما هي تقول ما من امرأة كائنة في شرق أو غرب علمت بمخرج هذا إلا وهي على مثل رأيي، يعني كلهم عندهم السؤال مو بس أنا، كلهم. النبي طمأنها قال انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. هالشغل البيت اللي انت تسوينه خليه في ميزان، والميزان الثاني زوجش في المعركة، أحن جاينا سهم أحن جاينا سيف، نفس الشيء جهاد المرأة حسن التبعل. هسا الرجال بيعترضون لأن شغل، والحج الأول يروحون مشي متى يوصل مكة، ها، وليها ثواب وهي قاعدة في البيت لأن الإمكانيات مختلفة. لما جاء علي وفاطمة إلى النبي لتوزيع الأدوار قضى على علي ما وراء الباب وعلى فاطمة ما دون الباب. الرواية تقول فقالت فاطمة، مو علي، فاطمة، لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله، مقدارة كبير، بإكفاء أبي تحمل رقاب الرجال، يوم باعدني عن الرجال وخلى شغلي في البيت مستانسة. بينما اليوم يقول المرأة مظلومة، هذا الإسلام يقول على هالدور الكبير. ولهذا لو نقرأ يا أحبة التعاليم الواردة، واجد في تعاليم توصي بالمرأة، لكن للأسف 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 تقصير الرجال صار يحمل دينهم تقصيرهم. شوف الرواية، من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله
كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج فقراء. وليبدأ بالإناث قبل الذكور، اعطي البنت قبل الولد. مشاعر إذا مجودين لي أن الله قال عليهن درجة، درجة يعني القيومية، هي دور ومسؤولية مو منحة، قيومية مسؤولية، دور إدارة مو منحة. وبالتالي الإسلام مو، انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لما جاء ذاك يقول لي أبر أبوي لأمي، قال لي أمك، صارت المرء الأم تغلب الأب بدرجة، ثم من؟ قال أمك، صارت درجتين، ثم من؟ قال أمك، صار ثلاث، ثم من؟ ثم أباك. يعني إحنا أحد اعترض، كنا ندري أن الأم تتعب في الولد أزيد من الأب، وبالتالي فمن حقها أن تبر ثلاث مرات قبل لا يبر الرجل. ما قلنا الإسلام دين أنثوي لأن نقرأ هالرواية، نعرف الواقعية في الأحكام هكذا. بعد من ضمن التوصيات، ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. بعد أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني ثواب أعظم ودرجة أرفع، خيركم لأهله. فلا نروح للأدب الديني، لو وجدنا رسول الله ما نسى خديجة، ماتت وإذا ذبح ذبيحة يطرش لحم إلى صديقات خديجة بربها حتى بعد موتها. هذا النموذج الصحيح. شوف الإمام علي والزهرة، مو تشوف النماذج الخطأ وتحمل الدين أنه سبب المشكلة، الدين لا يرضى بذلك. أختم بها الرواية اللي هي في الواقع جميلة، الرواية يرويها إمامنا الباقر. يقول الإمام الباقر، الإمام علي رجع بيته وقت الظهر في يوم حر شديد، وإذا بامرأة واقفة وش تقول؟ إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي. انتهت القصة؟ لا. وحلف ليضربني، بعد لي دست ثاني، بعد لي ضرب. هذا قالت للإمام علي، جوحار كان. فقال الإمام، يا أمة الله اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله. فقالت، يشتد غضبه وحرده علي، إذا أتأخر بعد يحمق زيد. فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول، لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع. وقام، أين منزلك؟ مشي وراح إياها. وصل إلى بيت الشاب، السلام عليكم، حتى يطلع ليه. طلع شاب، قال الإمام له، يا عبد الله اتق الله، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى، معنى كلامه مو شغلك، فقال الفتى، وما أنت وذاك، والله لأحرقنها لكلامك. بعد جاي تتدخل وما يدري أن هذا علي بن أبي طالب، ما يدري. فقال، بحرقها لواسطتك انت، حرق. الآن علي وضع يده على السيف، بس الرواية ما قالت، بيتضح بعدين. فقال أمير المؤمنين، آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف. قال، فأقبل الناس من الطرق. الجوش قالوا، السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا حين عرف أن جاي يرفع صوته على من؟ على واحد اسمه علي بن أبي طالب وإيد علي على سيفه. وإيش النتيجة؟ يرتعد لو ما يرتعد؟ الرواية تقول، فسقط الرجل في يديه، فقال، يا أمير المؤمنين أقلني عثرتي، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. خلاص أنا من شوي بحرقها، أحين تعالي أنا أرض وهي تدوسني، قال تدوسني برجولها. فالإمام علي فأغمد علي سيفه، يعني في سيف تحرك لرفع الظلم ورفض الظلم. وقال للمرأة، يا أمة الله ادخلي منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا وشبهه، مثل ما وصينا عليك نوصيش عليه، راعي أتخليني يوصل للمستوى. فإذا الإنسان ما يقبل بالظلم، فنحن نحاجة إلى التأصيل وإلى بيان أدب الدين وأخلاقه، ثم نحتاج إلى أن نتخلص من العادات في المجتمع اللي ما لها علاقة بالدين.
الآن تسأل نساء يقول لك إذا المرأة زنت خلاص عليها خط إكس، إذا الواحد زنى عادي، ليش يعني يصبح غير؟ هذا في الثقافات الجاهلية، في الإسلام كلاهما مذنب والعقوبة متساوية على الرجل وعلى المرأة إذا زنيا. هذه ثقافات ما مرتبطة بالدين، ليش يحمل الدين ثقافات وعادات ما لها مدخلية؟ لازم نبين هذا مو من الدين، كلاهما مذنب، كلاهما يستحق العقوبة. بعد الأمر الأخير أن نسعى لتشكيل جماعات نسائية تحمل الفكر الأصيل للدين وتستطيع أن تجمله كما هو جميل، يعني توصل جماله إلى البنات والأولاد حتى ينتشر التأصيل الصحيح الذي هو وقاية للمجتمع من التأثر بهذه الأفكار الدخيلة. أختم كلامي، لا أكفر أحدا لكنني أحذر، وسأجد من يعترض وأن يقول أنت ذكر وتمارس النظام الذكوري، هذه تهمة تقال لكل إنسان يدافع عن قيمه. نحن نقول لا يرضى الله لذكر أن يظلم ولا لأنثى أن تظلم، والعدل عدل الله، والتعويض والثواب عند الله في الدنيا وفي الآخرة. ونماذج الإسلام نماذج جميلة، القرآن مو يقول واذكر في الكتاب، ما يقول اذكر إسماعيل رجل لو مو رجل، رجل، ما يقول واذكر في الكتاب مريم، ما يقول امرأة فرعون، ما طرح لنا نماذج لرجال ولنساء. لما طرح مريم ما قال للمؤمنات، قال للذين آمنوا، يعني للرجال والنساء مريم نموذج، وللرجال والنساء امرأة فرعون نموذج. فإسلامنا مليء بالنماذج، وحتى عندنا في الأئمة الرجال وعندنا نساء، منها النساء زينب. يعني أنت إذا تروح إلى كربلاء كمحطة انظر لها قبل كربلاء وانظر لهذه للواقع بعد كربلاء. قبل كربلاء قال الحسين على الإسلام السلام، صح؟ بكربلاء بحسينها وزينبها ماذا صار؟ كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وين اللي على الإسلام السلام؟ لأن دور الحسين ثم دور زينب أفشل المخطط الذي يقضي على الإسلام. فزينب نموذج، مجاهدة، وسيلة إعلام للحق والحقيقة، وهي أسيرة تصر على عفتها. الرواية تقول دخلت مع النساء في مجلس عبيد الله بن زياد، هذا أول مجلس رجال تدخله زينب، لكن الرواية تقول دخلت تتخفى خلف نسائها وإمائها. التفت عبيد الله أكو وحدة تتستر، لأن أخذوا ما عليهن من أخمرة في بعض الروايات، وجاي تتستر بالنساء، فسأل عنها فقالوا هذه زينب ابنة فاطمة، فقام إليها يكلمها فأبت أن تكلمه، فلما آيس من جوابها كر راجعا إلى رأس الحسين، أخذ ينكث ثنايا أبي عبد الله بقضيبه، لما رأت زينب ذلك صرخت وأخاه وحسينا. لما سمع شكواها قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. أجابته قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يكذب الفاسق وإنما يكذب الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. علم اللعين أن زينب تقصده حينها استل صوته وقام ليضرب العقيل، كأني بزينب تبحث عن حسينها وعباسها.
التفيت عاليسرى واليمين وناديها لي وين الحنين، انا مخدرت عباس وحسين لم تجد محاميا. قام رجل الى عبيد الله قال انها امرأة ثكلى لا تؤاخذ بشيء من منطقها. حينها اراد اللعين ان يصدع فؤاد زينب، قال الحمد لله الذي شفى قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المرد من أهل بيته. لما سمعت ذكر مقتل الحسين رد قلبها وقالت لعمري لقد قتلت كهفي وقطعت فرعي واشتثثت أصلي. إلى أين تبث شكواها؟ إلى حيث رأس أخيها الحسين. لكن لما آيست من جوابه كأني بها تذكرت أنها بعاصمة أبيها حامل جار. علي يا علي ونحن بجوارك تنهض يا عزي وشوف حالي حال الغريب بغير والي. أنا توني ذكرت عزي ودلالي، هي والله من قولت ذيك هي الليالي. هذه زينب. نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، نسألك اللهم بهم أن تعجل لولي أمرنا الفرج، تجعلنا من أنصاره في غيبته وظهوره. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم فك كل أسير، رد كل غريب، اشف كل مريض، أغني كل فقير، نفس عن كل مكروب، أيد اللهم وسدد علماءنا العاملين، اقض لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء حوائج الدنيا والآخرة، وإلى أرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والخطباء والشهداء ومن مات على الإيمان وموت الحاضرين والمؤسسين، للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.